هذه مشاهد من الجحيم على الأرض. حرائق هائلة تلتهم مساحات واسعة من الغابات في تونس والجزائر في ظل موجة حر شديد تشهدها منطقة البحر المتوسط. الحرائق العنيفة في الجزائر أسفرت عن مقتل 34 شخصاً على الأقل، بينهم 10 عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الاثنين. فالنيران حاصرت الجنود أثناء إجلائهم من بني كسيلة برفقة سكان القرى المجاورة، مناطق حرجية محترقة وسيارات متفحمة ورماد. هذا ما تبقى من قرى جزائرية اجتاحتها النيران ودمرت كل ما فيها. وفي تونس المجاورة اندلعت الحرائق في غابات بلدة ملولة الحدودية، والنيران المشتعلة التي وصلت إلى عدد من المنازل أرغمت المئات على الفرار. تزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء وبلوغ الحرارة عتبة 50 درجة مئوية، أي بزيادة نحو 10 درجات عن المعدل الموسمي. الصيف الحارق قضى على 350 كيلومتراً مربعاً من غابات وأشجار اليونان وفق تقديرات الخبراء. الحكومة حذرت من أن مكافحة الحرائق ستكون صعبة على الدوام بسبب تداعيات أزمة المناخ، وأن الوضع سيسوء مع تسجيل درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى، فيما تصاعب التضاريس الجيولوجية للبلاد عمليات إخماد النيران. ففي جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، وأثناء مكافحة حرائق الغابات، تحطمت طائرة تابعة لفرق الإطفاء واختفت خلف النيران، وعلى متنها شخصان على الأقل. الوضع كارثي أيضاً في صقلية الإيطالية، حيث كافح رجال الإطفاء عدة حرائق، وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو، ما أدى إلى إغلاقه صباح الثلاثاء. كما تأثرت حركة السكك الحديدية بهذه الحرائق. في المقابل ضربت عواصف رعدية عنيفة شمال إيطاليا، حيث لقيت امرأتان حتفهما. أما في تركيا فقد اتسعت رقعة الحرائق لتشمل ثلاث ولايات في جنوب وغرب البلاد.